بعد 4 سنوات من مفاوضات شاقة برعاية كوبية، وقعت الحكومة الكولومبية مع متمرد حركة فارك اتفاق سلام تاريخي من شأنه أن ينهي أحد أطول الصراعات في العالم. الاتفاق الذي سيطرح في استفتاء على الكولومبيين في أكتوبر المقبل يشمل في شروطه على نزع سلاح مقاتلي فارك مقابل العفو عن الحركة وانضمامها إلى العملية السياسية في البلاد. الرئيس الكولومبي يقول: لدينا اتفاق سلام طويل الأمد، يجب أن نضمن أن أولئك الذين رفعوا السلاح كمتمردين يمكن إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والقانونية لبلادنا. إن أعضاء حركة فارك السابقين سينزعون سلاحهم وسيكونون قادرين على الانخراط في الحياة السياسية في بلدنا بطريقة ديمقراطية، سيملكون مثل أي طرف سياسي الحق في إقناع المواطنين بمقترحاتهم من أجل انتخابهم. وأدى النزاع المسلح الذي استمر 52 عاما وانخرطت فيه مجموعات مسلحة من أقصى اليمين وأقصى اليسار وعصابات إجرامية إلى مقتل أكثر من 220 ألف شخص، فضلا عن نزوح الملايين من بلداتهم وقراهم.